مشاهدينا الكرام متابعينا عبر الاعلام الالكتروني المحلي، اليوم هنا في المركز الصحي الحضري في نزران الذي لم يفتح في وجه الساكنه وفي وجه المرضى ومرتديه لحد الساعه. المملكه المغربيه وزاره الصحه المندوبيه الاقليميه تنغير، كيف يبنى هذا المركز ولم يفتح بعد وهناك خصاص كبير ومهول في القطاع الصحي في المنطقة؟ كما نعرف أن هناك مشاكل عدة ومشاكل بنيوية وأيضا مشاكل في الموارد البشرية ومشاكل عدة في مستشفى تنغير أيضا، ثم أيضا أن الساكنة في مرحلة قادت حملة مجموعة من الشباب من مجموعة من الفعاليات الشابة ومبادرات شبابية انطلقت للمطالبة بتعجيل بإنجاز مشروع مستشفى إقليمي بتنغير، ثم أيضا هناك مبادرات لإصلاح ذلك المستشفى. لحد الساعة لم يستجب لطلب الساكنة أيضا، ثم أن هذا يعني بقي فارغا لا تجد فيه إلا الصمز الذي يصفر في أرجاء هذا المركز. أكيد أن جولة بمحيط المركز ستعطينا لمحة عن داخل عن أنه يعني بنية وبقية للفراغ، وأيضا هناك من ورائه سنكتشف أمور أخرى أنها يعني تمارس فيه يعني أن هناك يعني أصبح يعني وراء أو خلفية هذا المركز أصبح مراحيض أو مرحاضا. لا يهمنا معمار وشكل المركز الصحي بقدر ما يهمنا أن يملأ بالتجهيزات باللوازم الطبية، أن يملأ بالأطر والموارد البشرية التي يعني تكفي الساكنة، وأيضا تحاول من التخفيف من الضغط على مستشفى تنغير المركزي. أكيد أنه يعني إقليم تعادل مساحته مساحة بعض الدول في العالم بمستشفيات أو مراكز صحية نسميها مراكز صحية هزيلة المستوى، ثم أيضا يعني كما قلنا يعني ولا من يحرك ساكنا. أكيد أنه لا بد أيضا المسؤولون والوزارة الوصية أن تتحرك، والدولة أيضا أن ترفع هذا التهميش الصحي وأن ترفع هذا الحيف وهذا الظلم على المنطقة، خاصة في المجال الصحي الذي يعني تعرف يعني مشاكل ويعني وكوارث متفاقمة. أكيد كما قلنا سنقوم بجولة، أكيد ربما إذا لم يتم تعجيل بفتح هذا المركز الصحي سيصبح لا قدر الله مرتعا للمتشردين أو مرتعا للاعبي الكارتة أو لاعبي الورق والنرد، أو قد يصبح مرتعا لشرب الخمور أو مرتعا للفساد لا ندري، أو قد يتم تكسير يعني واجهاته الزجاجية النوافذ والأبواب لسنا ندري. إذا بقي لمدة لماذا بني؟ هل بني ليبقى فارغا؟ هل بني ليبقى يعني يصفر الصمت في داخله؟ هل بني لكي يبقى شامخا كما يقال بني وعلي وسير وخلي؟ هل هذا هو شعار الوزارة الوصية أنها تبني تبني وتشيد وتتركه بدون موارد بشرية بدون لوازم بدون تجهيز بدون فتح؟ أكيد أن هذا ربما هناك من يبرره والوزارة الوصية تبرره بأن هناك ليست هناك موارد متوفرة، لكن هناك من في المقابل من يطرح مصير الطلبة الذين تخرجوا في المعهد الصحي بوزازات ولا زالوا معطلين؟ أين يعني ألا يمكن توظيفهم في هذا المركز؟ ألا يمكن يعني يطرحون تساؤل؟ لسنا نحن الذين يطرحون التساؤل، هم الذين يطرحون هذه التساؤلات. لماذا لا يتم توظيف مجموعة من الأطر المعطلة؟ لماذا لم يتم تكوينهم؟ أسئلة أخرى نتركها الجواب لها للوزارة الوصية وللمسؤولين أيضا بالمندوبية الإقليمية المحلية هنا وبالإقليمية للجواب عنها. أكيد جولة سنأخذكم في جولة يعني هنا قصيرة، قد يصبح كما قلنا مراحيض أو قد يصبح أماكن ومراتع للعب الورق والنرد أو لشرب الخمور أو لأشياء أخرى أكيد تعلمونها. أكيد لسنا ندري هل ينتظر الوزير لكي يدشنه أم ينتظر أوباما أم ينتظر ساركوزي أم ينتظر الأمم المتحدة أن تأتي لتدشنه وتفتحه. أكيد سوف يعني لسنا نتحدث عن المساحة كما قلنا، لسنا نتحدث عن المواصفات وللمعايير، هل احترمت؟ هل تم يعني احترام هذه المعايير؟
المعايير المعمول بها في تشييد وبناء المراكز الصحية. أكيد يعني من يمر أمامه يظن أنه يمر أمام بيت أو منزل من المنازل أو مؤسسة أو مخزن من المخازن البلدية أو مخزن المخازن العمومية يخزن فيها هذا الأمر. كل هذه الأسئلة لسنا الذين نطرحها، كل ما نقوله هو الساكنة تقوله، بل نحن أصبحنا نقوله بلسانهم، لأنه كثير منهم يعجزون عن التعبير، طالبوا، شكوا، تظلموا، لم يتركوا ورقة ولم يتركوا فرصة ولم يتركوا. أكيد أكيد إذا استمر هذا الوضع هكذا سيصبح مركزا لشيء آخر لسنا ندري. أبواب أيضا مفتوحة بمفاتيحها، لاحظ هنا أبواب مفتوحة بمفاتيحها، أكيد أبواب مفتوحة كما قلنا، والهواء والغبار هو الذي يجول ويصول داخل هذا المركز ويصفر، وربما قد تسكنه الجن والإنس لسنا ندري. وهذا أيضا مكان يلعب فيه الورق والنار، ولعل الدليل كما قلت على أن هناك هنا لاحظوا أوراق النارد وأوراق لعب بالأوراق يعني موجود هنا أيضا كما قلنا، لاحظوا زجاجات تمت. هل نحن هنا في مركز صحي؟ لست أدري. كما قلنا لاحظوا يعني تم يعني الإصابة هذا الزجاج يعني بتكسيره، يعني إذا استمر الوضع مع المدة أكيد أن كل ما بني من وصرف من ملايين الدراهم وصرف من ميزانية الدولة من ميزانية الشعب سوف يتم إهداره، لأنه لم يفتح بعد، لم يخصص له ولو حراسة. يعني لماذا لا يتم تخصيص حارس لحراسة هذا المركز؟ أكيد أنه يعني إذا استمر الوضع عليه قد يتحول إلى فضاء آخر كما قلنا. أكيد الساكنة لا تريد هذا بطبيعة الحال، الساكنة ملت من الانتظار، ملت من المماطلة، ملت من التسويف، ملت من الوعود، ملت من كل الأقاويل، من الخطابات الخشبية، ملت هكذا عبرت الساكنة وتعبر، ولا زالت تعبر عن غضبها وسخطها وأيضا عن استيائها وعن تساؤلاتها حول عدم فتح هذا المركز. هكذا إذن مشاهدينا الكرام أتينا إلى نهاية التقرير، على أمل أن تصل الرسالة، على أمل أن يفتح هذا المركز الصحي، على أن يكون واجهة يستقبل المرضى، يستقبل المعوزين، يستقبل كل ذوي حاجة صحية بهذا المركز، على أمل أن تصل الرسالة إلى المسؤولين المحليين والمسؤولين الوطنيين. كنتم مع هذا التقرير من قرب المركز الصحي الجديد الذي دشنا مؤخرا هنا بتنغير، ولا زال مغلقا بمركز المدينة من تنغير. حسن عبدي، تنغير.